السلام عليكم. بنبتدي بالفقرة الطيبة في يوم طيب من أيام شهر رمضان الكريم، وبيشرفني في الفقرة دي الداعية الإسلامي الشيخ أحمد دسوقي من علماء الأزهر الشريف ومن مؤسسة نبض الحياة. شرفتني يا مولانا وأنستني. أهلا وسهلا بحضرتك، لنا الشرف. الله يخليك. الله يبارك حضرتك. حضراتكم معودنا في الفقرة دي بنبتديها بالصلاة على سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، نثني على الله عز وجل ونصلي ونسلم على رسولنا صلى الله عليه وسلم، فنقول الحمد لله، الحمد لله الذي جعل رمضان درة العام، وجعل العشر الأواخر درة رمضان، وجعل الليالي الوترية درة العشر، وجعل ليلة القدر درة الأوتار، والصلاة والسلام على النبي المختار. كان له برنامجا يختلف عن أول رمضان، فصح عن السيدة عائشة أنها قالت إذا دخل العشر الأواخر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، فكان يجتهد فيها ما لا يجتهد عن غيرها. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور وأهله. مولانا حضرتك اتكلمت عن ليلة القدر تحديدا. نعم. ودايما السؤال اللي بيشغلنا يعني احنا العامه كده، الناس اللي مش اهل علم زي حضراتكم، الله يرفع قدرك، ليه الله سبحانه وتعالى اخفى عننا ليله القدر؟ الله رحمه بنا علمتني ليله القدر، رحمه ربنا عز وجل قد ايه على عباده، فاخفى عنا ليله القدر. ليه؟ لو كان ربنا عز وجل عين لنا ليلة القدر وقال لنا ان ليلة القدر ليلة 22 او 27 او 21 او 23، وانت حضرتك عارفة ان دي ليلة القدر، او انا عارف ان دي ليلة القدر، وعصيت ربنا بسبب ضعفي، فالمعصية في الوقت ده هتستحق العقوبة اشد اشد، لان انا عارف ان دي ليلة قدر وعصيت ربنا في هذه الليلة. لا اله الا الله. اما ان الانسان يعصي ربنا وهو لا يعلم فالعقوبة بتكون اخف، فدي من رحمة الله. ربنا. طب اقول لحضرتك برضو يعني من فكرنا اللي على قدنا برضو، احنا مش اهل علم زي حضراتكم، انا متخيله ان ربنا اخفى عننا ميعاد الميعاد المحدد لليله القدر علشان يعني انا قلت ايه، عشان احنا لو عرفنا كلنا بقى من اول اليوم لاخره هنبقى على سجاده الصلاه مش هنقوم. لكن اللي المعنى ده، المعنى ده مهم جدا، ده في رحمه اكتر طبعا، لان احنا بشر وضعفاء. لذلك علمتني ليله القدر رحمه الله عز وجل بنا في هذا الموضوع، علمتني ليلة القدر بأن هناك عفو ملكي من الله عز وجل للبشرية. الله. عفو ملكي، أول ما ملك أو رئيس بيتولى المسؤولية بيحب يعمل حاجة اسمها عفو عن المسجونين، المديونين. أيوه. للدولة، صح؟ أيوه. أيوه. ولله عز وجل المثل الأعلى في هذه الليالي، يصدر الله عز وجل عفوا ملكيا، عفوا ملكيا. لذلك السيدة عائشة رضي الله عنها حينما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أرأيت إن أدركت ليلة القدر فماذا أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. وفي فرق يا جماعة بين العفو والمغفرة، في فرق. أيوة في فرق بين العفو والمغفرة. المغفرة إن ربنا عز وجل يمحو الذنب ثم يأتي يوم القيامة فيقول عبدي لقد فعلت كذا يوم كذا وكذا، فيقول العبد أعرف يا رب، أعرف يا رب. دي اسمها المغفرة. أما العفو ما فيش حاجة اسمها يوم العرض على ربنا عز وجل إن هو ربنا يسألك عن الذنب أصلا. الذنب ليس له وجود، يعني ربنا هيمحو الذنب، يعني ما فيش حاجة اسمها اقرأ كتابك، يعني ما فيش حاجة اسمها ميزان، يعني يوم العرض ربنا عز وجل يرضيك ويعطيك يا رب. يعني العفو ده محو ثم تخلية، محو يعني تخلية ثم تحلية بالرضا، هو ده معنى العفو. علشان كده عاوزين نستشعر معنى هذا الدعاء، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. يعني كلمة عفو، عارفة لما يكون واحد مريض فتزوري وانت حضرتك بتزوري تقول ايه؟ ربنا يعافيك، يعني يقومك السلامة. او تقولي ربنا يعافينا من الأمراض، أهي دي عفو في الأبدان من الأمراض. فكلنا وإحنا بندعي كده بنقول اللهم إنك عفو كريم، كريم تحب العفو فاعف عنا. أمين. يعني عافنا من الأمراض يا رب العالمين. يا رب. عفو من الديان بمحو الذنوب سبحانه وتعالى، يمحو عنا الذنوب. فوانا بقول كده اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، يعني يا رب شيل من عليا الذنوب دي، ما هي أساس كل بلاء في هذه الحياة، أساسها كان ذنب.
اساس كل مشكله عندنا اساسها الذنوب مش الحسد ولا الحقد. اه موجود الحسد، لكن مشكلتنا كلنا ان احنا بنعلق مشاكلنا واخطائنا على الحسد. خارج من البيت العربيه لا لا كوتش العربيه نام يقول لك لحسن محسود. مين اللي قال لك انك محسود؟ طب ما تشوف الاول، هل انت صليت الفجر جماعه؟ هل قلت اذكار الصباح؟ هل صليت التراويح؟ ساعتها اقول فعلا لو انت عملت هذه الامور دور على الناحيه الثانيه الا وهي الحسد. لكن ما لا صليت تراويح ولا صليت فجر واجي اقول محسود، لا ارجع راجع تاني اموري. علشان كده ان العفو ربنا يمسح عنه الذنوب عشان حياته تكون كلها فيها بركه. كلمه العفو زياده، ويسالونك ماذا ينفقون، كل العفو. فاحنا لما بنقول اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، يعني رب زدنا في البركه، زدنا في الصحه، زدنا في الاموال، زود اولادنا البركه، زود في اولادنا البركه وفي اهل بيتنا. اللهم امين. عرفت كلمه اللهم انك عفو لها معاني كتير ازاي؟ ايوه. علمتني ليله القدر بان رزقي في هذه الحياه مرتبط بديني، رزقي مرتبط بعمل الصالح، رزقي مرتبط بعبادتي. ليه؟ لان ليله القدر ما سميت بليله القدر الا لأن الله عز وجل يقدر فيها الأرزاق ويقدر فيها الآجال ويكتب فيها لك هل أنت شقي أم سعيد إلى العام القادم. قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. يعني الوقت كل طالب ثانوية عامة قاعد الوقت بيشوفنا، ربنا عز وجل هيكتب لك في ليلة القدر يا ترى هتخش كلية إيه، واللي تعبان اللي مريض ربنا هيشفيه السنه دي ولا لا. كل واحد هيكتب هل هو شقي ام سعيد. بالله عليكم الان لو واحد بن ايد ربنا عز وجل وقاعد قريب من الله عز وجل في هذه الليالي في المباركه وادرك ليله القدر، هل سيكتبه الله عز وجل عنده من الاشقياء؟ مستحيل. علمني سبحانه وتعالى بان ليله القدر جزاؤها بأن الكريم علمتنا ليلة القدر بأن الكريم سبحانه وتعالى إذا أعطى أدهش. يا حبيبي يا رب أدهش. قال ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات بأن لهم أجرا كبيرا. يا لو واحد زميلي قال لي أعطيك أجر كبير، ممكن تكون الهدية ديت في مقدار مثلا 5000 10 15 20 عند ربنا. راجل أعمال قال لي أعطيك هدية كبيرة ممكن تعمل قيمة مثلا 100000 250 ربع مليون نص مليون. أغنى راجل في العالم قال لك أعطيك هدية كبيرة هتكون ثمنها كام؟ 10 مليون. فما بالك بالكبير سبحانه وتعالى ملك الملوك. قال ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات بأن لهم أجرا كبيرا. فربنا علمتنا ليلة القدر بأن الكريم سبحانه وتعالى إذا أعطى أدهش، فيجعل سبحانه وتعالى عبادة ليلة خير عنده من ألف شهر. أنت عارف من عمر. وأنا بقرأ في القرآن الكريم في آية، في آية وقفت عندها مع إني بقرأها كتير جدا جدا يعني وعمري ما وقفت عندها، بس في حاجات تروح واقف عندها ويجي خاطرة في مخ. نعم. إن اليوم عند ربك كألف سنة مما يعدون. فأنا جاء في مخي والله العظيم أول ما بقرأ دي، احنا اليوم عندنا له قيمه زمنيه. اليوم ده عند ربنا مضاعف لألف سنه. ده مش ألف بس، ليس العبره بالعدد. لا ما انا هقول لحضرتك. انا جالي الخاطره ايه بقى. فاذا كان انا بخيالي القاصر اليوم عندنا بألف عند ربنا، فما بالك باحساسي برحمه ربنا. الله. انا رحمه ربنا عندي انا تساوي قدري. الله. لكن عند ربنا يا رب والله ده اللي جه في مخي. أي طاعة. ان هيبقى رحمه ربنا بيا يا رب ان شاء الله واسعه قد ألف مره من تخيلي. طبعا والله ده اللي جه في مخي. طبعا يعني فربنا يا رب يعني يعفو عننا جميعا ويرحمنا جميعا يا رب ويرزقنا العمل الصالح يا رب. والعمل اللي ربنا يرضى عنه والعمل اللي ربنا يسيبنا عليه يا رب. والاعمال الصالحه كتير يا رب. ويمكن الفقره دي من الفقرات اللي انا بحبها، لان يعني انا واخواتي حتى اللي بيصوروا حتى اللي كلنا بنبقى يا رب ندعو ربنا ان احنا نبقى ولو سبيل صغير او ايه مؤذن كده ينبه الناس في خير اهو، في تقارير اهي فيها ناس محتاجين، فامشوا في الطريق ده يا رب يستخدمنا يا رب في ان احنا يعني ناخد من فضلكم ومن ثوابكم ومن احسانكم ولو جزء ضئيل وهو عند ربنا كتير. يا رب. دلوقتي بقى احنا معانا بركه ونور وفرحه كبيره لما نبض الحياه المؤسسه العظيمه دي يشرفنا بالوجود فيها مولانا الشيخ الامام الدكتور احمد عمر هاشم، وهنشوف التقرير ده وهو معانا في التقرير. بعد اذن حضرتك نشوف التقرير ونرجع نكمل كلام. شوف التقرير.
من الهدي النبوي الشريف الذي يوضح فضل الغرس والزرع في قوله صلوات ربي وسلامه عليه: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به أجر إلى يوم القيامة. ومعنى كلمة يغرس بأن يكون معه نبات صغير، شتلة صغيرة يغرسها، أو معه بذور يزرعها في الأرض ليأتي الماء عليها وبمشيئة الخالق تخرج وتؤتي ثمارها. يصبح أجره مستمرا، ومعنى أنه مستمر أن يكون صدقة جارية حتى بعد وفاة الإنسان الذي غرس أو زرع، لأن الصدقة الجارية معناها ما استمر الانتفاع بها حتى وإن بات غارسها أو زارعها. وقد زكى الإسلام هذا العمل تزكية بلغت صيغتها النهائية، بمعنى ما جاء في حديث آخر يقول فيه سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا قامت الساعة، أي إذا قامت القيامة، وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. وهذا يبين لنا عظمة قيمة الغرس والزرع، وأنه لا يصح أبداً أن نهملها حتى على فرض أن القيامة قامت وأنه يقال لا ينتفع أحد ما فلتغرسها، لأن للغرس والزرع قيمة في ذاته. والرسول صلى الله عليه وسلم حين يبين ذلك لأمته: فما هذا إلا حرصا على أمته، لأنه الرؤوف الرحيم بأمته صلوات ربي وسلامه عليه. سبحان الله، مولانا هو بيقول الحديث عن سيدنا النبي: إذا قامت الساعة في يد أحدكم فسيلة فليغرسها. أنا وجهة نظري برضو أو كده بتهيألي إن عشان ليها فضل وثواب كبير، فمن رحمة ربنا إن عايز الشخص الآخر عمله في الدنيا يكون فاعل خير طبعا، حتى لو ما حدش هينتفع بيه، لان هي هتقوم خلاص كلنا هنبقى هناك. الحديث بس نركز فيه كده: اذا قامت الساعه، قامت ولا ستقوم؟ قامت ده فعل ماضي. ساعه، وفي يد احدكم فسيله، اللي هي النبته، مش نخله، لا النبته صغيره اللي هي بنت النخله. يعني قدامها كام سنه على ما تطرح؟ خمس سنين. طب الوقت القيامه قدامي، علامات الساعة ظهرت قدام عيني، مش علامات الساعة، يوم القيامة خلاص قدام عيني، اللي هو مفيش، اللي هو اللي خلاص القيامة دلوقتي، الوقت حالا، وانا في ايديا فسيلة هتطرح بعد خمس سنين، وفي يد احدكم فسيلة، اعمل ايه؟ ازرعها. ربنا بيقول ازرعها عشان تاخد الثواب. ليه؟ ايوه، عشان ربنا يكتب لك النتيجة. فعل خير وفعل رحمة. النتيجة مش بتاعتي. الاخذ بالاسباب هو ده المطلوب. احنا عندنا في البيت بيبقى 3-4 اولاد، للأسف أنا عاوز كل واحد فيهم يجيب الدرجة النهائية، وبالغش مش فارقة معايا. لا، خلي بال حضرتك، خدوا بالأسباب، والنتيجة دي مش بتاعتنا. احنا بنعاتب وبنجازي على النتائج، وللأسف ما بنعاتبش ولا بنعطي الجزاء على الأسباب، ودي حاجة مهمة جدا. أشوفك أنت خدت بالأسباب ولا لا، أعطيك الجزاء الأجر مقابل الاخذ بالاسباب. مهمه جدا في حياتنا ان احنا ننظر لهذا الموضوع. ربنا عز وجل بيقول لكل واحد فينا في هذه الحياه، وفي عن طريق هذا الحديث، ان كل واحد فينا لازم ياخذ بالاسباب. فمن اخذ بالاسباب اعطته الاسباب النتائج. النتائج جت لك كامله، مش بتاعتك انت. عارف يا مولانا، التقرير اللي احنا شايفينه ده، واخواتي اللي انا قابلتهم وتشرفت واتباركت بشوفتهم يوم ما رحت وهم بيزرعوا، معظمهم ما حوش ثمن النخله اللي هتزرع دي. يعني مش فلوس جاهزه في الدرج عنده طلع لا ده بعضهم قعد دروس سنه يحوش فيهم. دروس. والله العظيم، دروس وعبر.
فالناس دي دول المفلحين. ايوه دول يعني اقول لك ايه، دول الناس النصحين الاذكياء اللي عارفين ان الدنيا بتخلص طبعا، والباقي هو الاثر طبعا. وزي ما مولانا دكتور احمد عمر هاشم قال، دي الصدقه الجاريه المستمره، لان طول ما النخله موجوده هي بتنتج فسايل، والفسايل تكبر وتبقى نخله فتنتج فسايل. فانت في احنا هنعيش في الدنيا قد ايه؟ يعني 60 70 سنه، 70 سنه 80 سنه قليل برضه. لا بيخلصوا. قال تعالى ان لبثتم الا قليلا، هتعيش شهور سنين، في الاخر كل واحد فينا اسمه سيمحى من على سبوره الدنيا. بس الانسان بعد ما اسمه يمحى من على سبوره الدنيا هيقولوا عاش كام سنه ولا عمل ايه في حياته؟ عمل ايه؟ هي دي، عمل ايه في حياته؟ هي دي. علشان كده محتاج كل واحد فينا يضع بصمته في هذه الحياه، كل واحد فينا يضع بصمته في هذه الحياه، علشان خاطر العمل ده هو ده اللي هينفعني. انت عارف اللي مفرحني كمان حضرتك ايه؟ ان احنا في وقف النخيل، زراعه النخيل، يعني حضرتك كنت بتدفع الصك بتاع النخيل وتنتظر لشهر 4 او شهر 10 علشان الزراعه بتبقى موسم الزراعه هو في الشهرين دول طبعا. فمن فضل الله ومن فضل الحقيقه يعني كرم ربنا لمؤسسه نبض الحياه ان هم بيعتمدوا على اهم علماء الزراعه بالذات في النوع ده، فاستحدثوا زي ما بيقولوا فسائل لها من المواصفات اللي يخلينا نزرعها في اي وقت من العام. ومن الحاجات اللي تفرح ان خلال شهر او شهرين ان شاء الله بعد العيد هيتم زراعه موسم جديد ان شاء الله. اذا الفرصه قدامنا، فرصة قدامنا انك تروح تزرع نخلتك بنفسك، صدقة جارية ليك او لامواتك، او صدقة يعني تبتغي بيها رضا ربنا، وتجعلها زي ايه، درع كده وحصن ينجيك ويحوطك بنور وجه الله الكريم، ينجيك من اي سوء او اي حتى مقدرات. ربنا يلطف بينا وبيكم يا رب، ويجعلكم من المتقين المحسنين. والحياة وقف النخيل أنا شايفة أنه من أزكى درجات الاستثمار مع الله سبحانه وتعالى. وأنا رحت بنفسي والله، أنا عشان كده أنا وقف النخيل ده ليه معزة عندي، لأني رحت الأرض دي واستحالة يكون اللي حسيته هناك ده تخيل أو تهيؤات، لأن اللي أنا إحساسي أنا سمعته من كل أخت وأخ، الآلاف اللي كانوا موجودين وهما بيزرعوا، كل ما قابل حد يقول لي أنا جاي هنا حاسس أن أنا في ارض طاهره كده، كاني في مكه، كاني بعمل عمره. والله العظيم ده الاحساس، كل الناس من ورا بعض كله بيقول لي الجمله دي، فاذا انا مش بتهيألي، الارض دي طاهره ودي ارض ربنا وده مال ربنا وده الوقف اللي هو الوقف لله سبحانه وتعالى لنفعه المحتاجين والمساكين والايتام ووصلات الميه وستر البنات ومناحي خير كتير قوي. بعد اذنك انا اسفه بس عشان رحت هناك، فانا يعني منفعله ويعني باحساس اللحظه اللي كانت هناك، ففي تقرير بس. لا اتفضلي. نشوفه ونرجع، معلش انا اسفه والله. لا لا جميل، خذ المعاني من يعاني. الله يخليك يا حبيبي. هنشوف التقرير ونرجع نكمل كلامنا مع مولانا دكتور احمد سوقي. أنا جات هنا نبض الحياة مرة واثنين وتلاتة. أول مرحلة زرعت هنا في الوادي الجديد ثلاث نخلات، واحدة باسم والدي وأختي وأمي الله يرحمهم، وزرعت واحدة باسمي أنا وجوزي وولادي، وزرعت واحدة لواحدة صديقة لي ثلاث نخلات. أنا شفت الإعلان في نبض الحياة في التلفزيون فشدوني وحبيت إن أنا أعمل، فعملت نخلتين، نخلة لزوجي ونخلة لأمي وأخويا، وأنا مبسوطة إن أنا جيت النهاردة هنا وأشكركم، وخدمتكم كويسة معانا، كنت بتكلم في التليفون بيرد عليا كويس وبيعاملوني كويس. كان في إيدي نخلتين كمان جاية أزرعهم، اتصلت بنبض الحياة قال لي لا خلاها للمرحلة الجاية في شهر 9، وجزاهم عنا كل خير، لأن هي دي الأساس، نبض الحياة هي الأساس، بتوفي وبتوعد وصادقه في كل اعمالها. وفي ناس شككتنا فعلا بعد انا ما جت مره واثنين، قلت لهم نبض الحياه دي ما فيش لا قبل ولا بعده، انا شايفه كل حاجه على ارض الواقع وحاجه ما شاء الله عليها. انا جيت عملت ذات ست نخلات باسم كل من قال لا اله الا الله،
وباسم والدي وباسم زوجتي، وجاية أصور عشان ناس تانية عايزة تتبرع. أنا عايزة أقول لأي حد عايز يتبرع، يا جماعة أنتوا مش بتتبرعوا، الثواب بتاعكم مش على قد الوقف وبس، الوقف الثواب اللي أنتوا بتاخدوه، الناس اللي شغالة في الري، الناس اللي شغالة في الكدبة، الناس اللي أنتوا بتاخدوا منها الثواب، كل دي بيوت مفتوحة وكل دي ناس أنتوا بتاخدوا منها الثواب بتاعها من غير ما أنتوا تحسوا. وما كنتش مصدقه، بس انا لما شفت كل حاجه على حياتها بقيت عاوزه اعمل كل يوم نخله لاولادي وليا والكل، وربنا يبارك لهم ويجعلوا في ميزان حسناتهم لنفض الحياه. اللي عايز يتبرع يتبرع كاش، يتبرع بالقسط، يتبرع باي حاجه هو عايزها، ساهموا باي حاجه تقدر عليها. مؤسسه نبض الحياه وعدت ووفت المنظر على الطبيعه، اقسم بالله العظيم غير اللي انتوا بتشوفوه في التلفزيون نهائي، حقيقي المنظر احلى بكتير، كانكم بجد في حج او عمره. اللي يقدر يتبرع يا جماعه يا ريت يتبرع. ونشكركم جميعا على هذه المقابله المحترمه والتعامل المحترم، وان شاء الله هنيجي مره واثنين وثلاثه مع مؤسسه نبض بامر الله، ولكم جزيل الشكر. يعني انا مش عارفه سبحان الله التوفيق اللي حاصل في موضوع وقف النخيل والبركه اللي ربنا كده يعني مددنا بيها في المشروع العظيم ده، والبركه اللي في الناس. ما كان لله دام واتصل، وافضل حاجه ان تسمع الكلام من المتبرعين نفسهم، مش من شيخ جاي او من حضرتك كمان رحت على ارض الواقع. التقرير اللي حضرتك اتكلمت فيه في اللي قبل التقرير انا سبت حضرتك تتكلمي ليه؟ لان خدوا المعاني ممن يعاني. احنا بنتكلم كتير جدا بس حضرتك جيت بنفسك وشفتي. والله اتمنى كل الناس وحياه ربنا علشان تحسوا بالسعاده وحاجه كده. والله انا مش عارفه، كأن ربنا بيطبطب كده على الواحد، وحياة ربنا في بركة في المكان هناك، وفي نور وفي رضا وفي سكينة وهدوء نفس كده. والطريق تقريبا كان 11 ساعة رايح و11 ساعة جاي، وأنا رحت ورجعت في نفس اليوم. أقسم بالله يمكن لو وقفت في المطبخ غسلت طبقين بتعب أكتر من المشوار رايح جاي ولا أف. ولما رجعت حتى جوزي بيقول لي ما شاء الله أنت جيتي في نفس اليوم، أنا قلت أنت هتتريحي هناك، قلت له طب مش حاسه بفضل الله؟ لا اي حاجه ربنا ميسر طبعا، وربنا كانه بيديك عافيه على عافيتك. اي حاجه فيها لله عز وجل بتلاقي فيها راحه وبركه، سواء في زمان او في مكان. في مكان ربنا بيبارك في الحرمين، وسبحانك يا رب بتبقى خارجه من مصر رايحه تعمل عمره ونازله على جده ومشقه وتعب وتلاقي نشيطه في حوالين الطواف. ليه؟ لان المكان فيه لله والموضوع عاملاه خالصه لله عز وجل. وكذلك الزمان لما بيكون فيه لله بتبقى فيه راحه، زي الصيام اي زمان لله عز وجل، وكلنا متجهين لربنا عز وجل. تلاقي بالليل في التراويح والنهار صايمين وقاعدين استغفار وقراءه قران متجهين لربنا عز وجل، فتلاقي فيه راحه على الرغم من المجهود اللي حضرتك بتبذليه. وكذلك هذا المكان استشعرت فيه طعم الراحه لان فعلا لله. فانت عرفتي ان المكان ده لله بسبب المشاعر اللي حضرتك حسيتيها والمتبرعين حسوها لما نزلوا على ارض الواقع وشافوا الموضوع ده، وقالوا فعلا سيبكم اللي بتشوفوه على التلفزيون، لا الواقع اكثر بكثير من اللي انتوا بتشوفوه كمان على التلفزيون. والله بكلام من المتبرعين. الاخت اللي كانت بتتكلم دي موجوده وربنا يبارك في صحتها يا رب، اللهم امين، ومش مستاجره ولا اي، ده متبرعين بيتكلموا بتلقائيه، بيتكلموا بتلقائيه. فالحاجه لما فعلا ما بتكون فيها ربنا عز وجل بتلاقي فيها السعاده والراحه النفسيه. ده بيعلمنا حاجه في دنيتي، ان انا كذلك في ليله القدر علمتني بان احنا نبحث عن ليله القدر كذلك داخل جدران المساجد وخارج جدران المساجد. أيوة. بسبب بهذه الاعمال الافعال بقى وهذه الاعمال الصالحه، الاعمال الصالحه. لو احنا النهارده حبينا نحط جدول لليله القدر، لليله القدر ازاي استغل كمان ليله القدر، عندنا امرين: ان انا اهيئ نفسي بدنيا وروحيا. اهيئ نفسي بدنيا ان انا اعمل اي حاجه اروح بها لربنا، فاقول له يا رب اقبلني باقبالي عليك باي شيء. اعمل دلوقتي صدقه جاريه، قول له يا رب انا بعملها في الليله دي، في الليله دي بقبل عليك بها لعلك تقبلني باقبالي عليك يا رب. اي حاجه خلاص، ده بدنيا. روحيا طبعا عندنا قراءة القرآن والتراويح والتهجد، وقبل الفجر بنص ساعة، وقبل الفجر بنص ساعة
دعاء اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني، زي السيده عائشه ما كانت بتقول. بس انا قبل ما بدعو بخبط الباب، قبل ما اخش على الدعاء تخبيط الباب بايه؟ استغفار وصلاه على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وبالاسحار هم يستغفرون. يبقى استغفر ربنا وصلى على سيدنا النبي وادعو اللهم انك عفو، ده في اخر الليل. واول الليل عندي التراويح والتاج وذكريات القران، وفي النص عندي لازم يكون في جبر خاطر، جبر خاطر بر بالوالدين، جبر خاطر صله الارحام. جبر بر الوالدين يعتبر الجبر الخاطر طبعاً، ولا جبر خاطر على ناس ما اعرفهمش؟ لا، جبر خاطر ان حضرتك تخلي ابوك او امك يبتسموا، دول تفرحيهم جبر خاطر. يا رب. بر الوالدين، جبر خاطر بصله الارحام، جبر خاطر بسبب عمل صالح زي ده. اقبل على الله عز وجل. كان في صحابي اسمه تميم الداري، اشترى حله اي ثياب ب 1000 درهم، 1000 درهم للعشر الاواخر بس. الله. بس للعشر الاواخر، بيلبس الثياب ده في العشر الاواخر. فقال: هذه ثياب العشر، لعل الله عز وجل يقبلني باقبالي عليه. يا رب. اقبلوا على الله عز وجل في هذه الليالي المباركات، سواء عن طريق داخل المساجد او خارج المساجد، لعل الله عز وجل يقبلنا باقبالنا عليه. اسال الله عز وجل ان يرزقنا ليلة القدر، اللهم لا تحرمنا أجرها ونورها وبركتها وهداها. أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وكل من أحببناه فيك من النار، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. خير ختام الصلاة على سيدنا النبي، زي ما ابتدينا بالصلاة على سيدنا النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور وأهله. للأسف الفقرة خلصت، استنوني الفقرة الجاية بإذن الله تعجبكم. أنا بحب الفقرة دي جدا، وبحب ضيفتي اللي معايا في الفقرة دي جدا جدا جدا. أنا بحب قوي قوي الشيف شيماء البهائي. ربنا يحبك يا رب ويكرمك على الكلام الحلو دايما بتقولي. الله يسعدك. أنا تمام الحمد لله. واسمحي بس رسالة براكي. اتفضلي. أنا كمان بحب جدا جدا خالد وعمر وعبد العزيز. خالد وعمر وعبد العزيز بحبكم جدا جدا، وكان نفسي تكونوا معايا في الفقرة دي، بس معلش انا اتشرفت بمعرفتكم. هنعمل وجبات اطفال قريب. خالد وعمر وعبد العزيز دول ولاد شيماء، اسم الله عليهم يا رب، ربنا يحميهم ويحفظهم. حبيبتي ربنا يخليك يا رب. ثانيه ابتدائي اهو، داخلين ثالثه ان شاء الله. اسم الله الثلاثه توأم، بس الله اكبر. ربنا يخليك. الله اكبر. ربنا يحفظهم. ربنا يخليك يا حبيبتي يا رب ويكرمك. طيب بقى، انا بحبك قوي ليه؟ عشان انت بتعملي لنا اكلات حلوه جدا الحمد لله، وبتعمليها يعني بتعمليها ستاندرد، الحاجات اللي المفروض تتعمل بيها. لكن عندك لما اقول لك شيماء، طب الحته دي غاليه شويه. ايوه. فتقولي لي ليه؟ طب لا، ست البيت الناصحه شاطره، ممكن تعمل كذا كذا. بالظبط. فهتعملي لنا ايه وكذا كذا ايه بقى؟ حاضر. احنا النهارده هنعمل الشاورما على طريقتي، الشاورما على طريقتي في الطاسه العاديه بتاعت البيت العادي، بس هديكوا طعم الصاج كانك عامله شاورما بتاعت السيخ. بتاعت السيخ بالظبط. نفس في شويه تريكات كده هنعملها مع بعض، ان انا بعملها على البارد، يعني الطاسه بتاعتي ساقعه، بحط فيها المكونات كده على طول. تمام. ونقدر كمان ان احنا نطلع من شويه اللحمه بقى اللي هم الشرايح اللي هنعملهم شاورما دول، نعمل ممكن فتت شاورما. المقادير هي قدامنا على الشاشه عظيمه. تمام. نقدر نعمل شاورما تركي او اللي هي السيخ. السيخ. ايوه. ونقدر كمان ان احنا نعمل شاورما اللي هي الشاورما المصري بتاعت الكايزر ده باضافه صغيره قوي. يلا بينا. كل ده بقى نتعلمه مع بعض النهارده. يلا بينا. في البدايه خالص انا محتاجه لحمه شرايح تكون من نوع اللي هو يعني اللحمه اللي هي بتستوي بسرعه دي. فليتو. يعني هنقول فليتو مثلا. تمام. هناخدها شرايح. بصي بتستوي بسرعه فليتو دي، اغلى حته في اللحمه. ما هي ما ممكن مفتيك مثلا ويتقطع شرايح برضه. المهم بصي، المهم ان هي تكون حاجه بتاعت بتستوي يعني على طول، اللي هي بالتشويح بتخلص، مش بقى مش غالي ولا رخيص، المهم انها تكون بتستوي بسرعه. تمام. في الطاسه على البارد اهو انا حطيت اللحمه بتاعتي. تمام. بعد كده هبتدي احط عليها ثوم مفروم. الثوم المفروم هو ده اللي بيدي طعم حلو جدا، بحطه وابتدي احط توابل معينه كده بسيطه قوي، هي عباره عن بابريكا وملح وسنه ملح ليمون. مع يا رب امي ما تكونش بتشوف عشان ما بتحبش ملح الليمون ده خالص. ليه بقى؟ هتهري معده جوزك وعيالك والكلام انت عارفاه ده. بس انا بستخدم الحاجات دي على بسيط يا ماما، معلش. فانا كمان بقى هقول لك على حاجه برضو، انا بيني وبينك
يعني ماشي يعني بين صوابعك كده. أيوة. اوكي، لكن انا ما الحلمون مثلا بستخدمه وانا بنظف البوتاجاز مثلا. ما عشان كده ما عشان كده هو مش حلو ومش مستحب. طب لو بيدي تيست ايه بقى؟ بيدي طعم، بيدي مزازه بقى، بيدي لك من المزازه، يعني كانك عصرتي كوبايه ليمون على طرف المعلقه كده ملح ليمون كان. وبعدين مش الاستخدام الدايم يعني، نحاول ايه فانتوسه او لو ما عندناش ملح ليمون او مش هنستخدم الليمون العادي، يبقى الليمون العادي. تمام. اهم حاجه بقى يا جماعه، ودي تركه اتعلمتها من شيف منال العالم، ربنا يا رب يديها الصحه الجميله اللي علمتني حاجات كتير قوي، الكزبره الناشفه دي اخر حاجه كنت اتوقع ان هي تكون مع تستخدم مع الشاورما. لا، الكزبره الناشفه بتدي تيست مع الثوم رهيب. الحاجه تمام. كمان اللي بستعملها هي السماء، السماء بيدي مزازه، وده برضو يعني توابل، نوع من التوابل اللي بتباع عند العطار ومشهور قوي، لونه عامل زي النبيتي كده. تمام. بحط بقى كل المكونات دي على بعضها واسيبها يعني قولي مثلا 10 دقائق. ليه؟ تتشرب قبل ما احط. انا دايما لما بقول على اي وصفه بقول دايما الثوم او البصل لما تيجي تحطيه يمسك كده على راي بلغه الشيفات، يعظم في اللحمه. تمام. وبعد كده حطي بقى الثوم او الخل او الزيت او اي حاجه، هتضعف الطعم بقى براحتها، بس خلاص الاكل اللحمه بتاعتنا شربت من هي. مع الاسف الشديد احنا بنستخدم زيت كتير، يعني انا لو عندي مثلا نص كيلو لحمه انا مستخدمه معاه تقريبا نص كوبايه زيت. تمام ماشي. هستخدم كمان ربع كوبايه خل. خل الخل بيساعد في تسويه اللحمه وبيدي برده مزازه وبيدي تيست حلو جدا. تمام. هنحط مثلا قولي ربع ايه؟ ربع كوبايه. كل ده على البارد اهو. ممكن بلاش ربع كوبايه، ممكن الاول نجرب معلقه كبيره كده حلوه. اكيد اللي ما بيحبش يعني البنات الصغيره لما بييجوا يدلقوا ربع كوبايه من دي بتبقى مدلوقه بحالها. بالظبط صح. وكمان عشان اللي ما بيحبوش او اللي بيحس طعمه يعني صعب شويه او معدته او كده ممكن نقلل منه شويه. ما هو بيطير لما بيتحط على النار. برافو عليك. ايوه صح كده. تمام. هناخد بقى كل الكلام ده في البيت هتسيبوه ساعتين على الاقل مثلا او يتشرب. يتشرب وبعدين هنرفع على النار ونروح بقى نعمل الايه الفتة الشاورما. تمام. الله الله الشاورما بقى فتة الشاورما هتكلم. لا وريني بصي إيه يا ستي، انا ده تعمدت مخصوص ان انا اجيبه معايا النهارده البرنامج يعني من بيتنا. الناس بقى عارفه كل المحتويات بتاعت برنامجنا الا ايوه السيرفيس الجميل ده. السيرفيس الجميل ده حلو قوي قوي. انا تعمدت ان انا اجيبه. ليه بقى؟ لان انا بالغالي بقى ده. بالغالي. ما انا هقول لك بقى قصه. طب احنا ليه الغالي ما عايزين ما هو القصه في ايه؟ القصه في ان احنا انا على البيج عندي الناس بتقعد تجيب حاجات غاليه ويقعدوا يقولوا حاجات رخيصه ويقولوا لا ده براند ايه وحاجه غاليه. انا بقى لا، انا بعمل ايه؟ بجيب الحاجات دي رخيصه جدا. ليه رخيصه؟ لان دي بتبقى حاجات بواقي تصدير، انت بتجيبيها من ناس من شركات بتبقى ست كده حاجات براندات. طب ثانيه واحده برضو عشان ايه يعني الحاجات دي اجيبها منين؟ انا عايزه اجيب الحاجات البراندات بس من مكان رخيص. هقول لك من مكان رخيص ده بقى بيبقى في كل محافظه كده فيها حد كده معين بياخد بواقي المصانع. انا اسماعيليه. طب محافظه اسماعيليه عشان اخواتنا في اسماعيليه يروح. ما انا مش عارفه اوصف المكان بالظبط، بس هو يعني في كل محافظه في ناس معروفه كده بتبيع الحاجات دي، بتكون تمام. بواقي مصانع وبواقي اسمها ايه فنادق. تمام ف يا جماعه اسمها ايه صاحبتنا؟ طيب بس اسمها حد. الست اسمها ام احمد. طيب الست ام احمد ربنا يكتر الامثال. الست على ست ام احمد جميله بجد، وعندها انا بجيب كل حاجتي من عندها يعني. تمام هنحط هنقدم الشاورما. طبعا هنعمل برزنتيشن بسيط كده، نحط في السيرفيس اي حركات برضو عشان ايه العين تاكل قبل اي حاجه تانية. هو الحقيقه في الصيام البطن بيهمها تاكل والبق يعني على رايي، العين ما بتبقاش مركزه قوي. هنعمل بقى الرز البسمتي الاصفر بتاعنا، وطبعا الرز البسمتي انا عارفه ان هو سعره غالي عن الرز المصري، بس هقول لك حاجه شويه صغيرين منه بينفشوا ويبقوا حبه بس صح كده. والحاجه الثانيه، طب تعرفي كمان انا بعمل ايه عشان الموضوع يبقى اقتصادي اكتر؟ انا بعمله بالشعريه، يعني انت ممكن تحمري. ما جربته بصراحه. انت لو جربتيه هتعمليه على طول. تمام. يعني الشعريه بتدي تيست حلو جدا وبتتشرب او بتاخد نفس الاطعمه بتاعت الرز البسمتي، فكانك بالظبط مستعمله يعني كله على بعضه كانه رز. تمام. هحط كده مثلا رز بسمتي شويه. رز بسمتي. هل العيش احنا في الفتره العاديه بنحط العيش الاول بعدين الرز؟ هنا نعمل ايه؟ لا انا هنا ده انا هعمل برزنتيشن كده يعني حركات بقى، انت عارفاني بقى لازم اعمل شياكه. ايوه شياكه بقى، حركات شياكه. ده يا جماعه عباره عن عيش لبناني بحمصه، طبعا انتوا عارفين طريقه التحميص. تمام. وتركه بقى صغيره من عندي، حطوا عليه ثوم مهروس. الثوم المهروس ومرق الدجاج فوريه بتدي تيست حلو جدا للعيش بعد ما تحمره. بعد ما تحمريه بيدي طعم حلو قوي. بعد كده طب لو انا ما عنديش عيش لبناني مين اللي بتسالني السؤال الحلو ده؟ اقول لك انا بقى تعملي ايه؟ مين اللي بتسالني؟ مين؟ ندى.
ندى بتقول لك لو انا ما عنديش عيش لبناني تعملي ايه بقى يا ندى؟ عارفين الرقاق اللي احنا لما بنعمل رقاق لفت الرقاق دايما تبقى منها حبه كده، بيقعدوا يطاردونا في المطبخ كله وبنرميهم للاسف، وبنرميهم بيعكعكوا يا اما عيل كده ربنا يفتحها عليهم نحط له عليهم شويه لبن زي القطط كده. لا انا بعمل بيه حاجه حلوه قوي، انا ممكن ان انا اعمل منه فتة الشاورما، وممكن كمان اعمل حاجه ظريفه جدا، ممكن ان انا ام علي، بس انا بقى تركات شيماء بقى معلقه انتكاساتي بقى يعني. بخاف منك بس لا يعني قولي بعمل ايه؟ طب حاجه فيهاش معجون حلاوه؟ لا بالظبط كده، ده انا كنت لسه عامله على الصفحه فراخ بتتبيله تندوري كده، حاطه فيها زبيب مهروس كده مع التتبيله، قعدت اقول يا رب ما تشوفيها لا يا رب ما تشوفيها. انا على فكره من متابعين صفحتك يا رب، انا اقسم بالله انا باخد وصفات منك اعملها. ربنا يكرمك يا رب، ده اسعد حاجه. ربنا يخليك يا حبيبتي يا رب، والريحه اللي موترانا واحنا صايمين دي يلا مش مشكله. فاحنا بنعمل ايه بقى؟ بدل يا جماعه ما نسقي الكريم كراميل، بدل ما نسقي ام علي بنسقيها لبن عادي، اسقوها كريم كراميل بقى وادعوا لي. يعني الرقاق اهو حمصوه في السمنه البلدي في الفرن وسقيها كريم كراميل ودخليها الفرن. ده انا عايزه اسجل من موقعي هذا، اسجل براءة اختراع باسمي لو سمحت. تمام سجلي باسمك وخديه. لا بعد كده طيب، بعد كده هيئة الشاورما طبعا عارفين، انتوا عارفين السحر بقى في التلفزيون. الشاورما. يعني هي الشاورما اللي احنا وريناها لكم بنسويها، هي بقى القمره دي جايباها مستويه جاهزه. ايوه خلاص اهي سويناها قبل التسجيل. تمام. وبعدين شويه رز. شكل برضو نعمل شكل حق. حلو بس بصي المعالق دبت فيه. ايوه خلاص كل حاجة. المهم احنا بنصور بقى في الفيلم. تمام. حط برضو شويه عيش محمص. انا عاجبني السرديس قوي ما شاء الله. حبيبتي يا رب. ست ام احمد الله يكرمك. والله ده ست ام احمد ده انا ناوي اعمل معاها لقاء، هطلع معاها لايف. والله يا ريت. والله من جمالها ومن جمال الشياكه. يا حبيبتي ربنا يخليكي. اهو وادي شويه لحمه كمان اهو. بحبحنا ايدينا. سوري بقى على لا طيب احنا دلوقتي خلصنا، عايزين بقى نعمل شويه برزنتيشن حلو كده. تمام. فاروح جايه حاطه بعد اذن حضرتك يا استاذه نشوى. اتفضلي يا فندم. استاذنك احط شويه مكسرات. طيب يا جماعه انا عندي، انا دلوقتي احنا عشان احنا تلفزيون وكده بنقدم اعلى حاجه بالنسبه للناس. الست المصريه مفيش اجمل ولا احلى منها في اختيار البدايل. يعني انا دلوقتي مش عندي مثلا لوز ولا كاجو ولا حاجات من دي، اعمل ايه؟ شويه اسمه سوداني؟ ايه سوداني. والله والله العظيم احلى 100 مره من اللوز. شويه سوداني وشويه زبيب وهنحطهم وهنعمل بيهم احلى اكل واحلى حاجه. ماشي. احنا بس بنوريكم ايه الحركات الجامده جدا، وانتوا بقى طبعا انتوا تقدروا ان انتوا كل واحد على قد مقدرته بيقدر يعمل. واللقمه الحلوه بتبقى معموله بنفس. والله اللقمه الحلوه لو لقمه بجبنه بالظبط كده هتبقى في بقنا عسل. والله العظيم عشان كده عزيز الزوج وهتنكد على مراتك عشان ده كله راجع لك. هتعمل الاكله، هتعمل حاجه رخيصه جدا وتعمل لك يعني فيها تعملها بالحب بالظبط كده بالمحبه كده، هتاكل صبعك وراها بالظبط كده. شويه بقى وربنا على راي امي تقولي ربنا يحلي لك زادك. لما اقول لها الله على الكلام الجميل تقولي يا حبيبتي حلوه قوي الاكل ده، تقولي ربنا يحلي لك زادك. الله يا سلام على الروعه. بقت لوحه والله العظيم. ايه رايكم بقى كده؟ عظمه. طب هاتي بقى عشان الكاميرا تصور. الكاميرا شايفه بتصور. شايفين يا جماعه الكاميرا شايفه الحركات بس لا ستوب بقى اقفي في مكانك ما تتحركيش. ادي فتت الشاورما بتاعتنا. احنا شايفين الجمال. خلصناها كده تمام. والالوان. طيب في حاجه ثانيه هنعملها؟ هنعمل هنعمل بقى حاجه ثانيه، ان احنا ممكن نعمل من نفس الحكايه دي شاورما اللي هي شاورما الصاج السوري العاديه. ايوه اللي احنا بنشتريها من بره دي. ماشي. احنا خلاص عملنا اللحمه بالجمال ده. طب انا نسيت حاجه مهمه. ايه؟ صوص الزبادي. صوص الزبادي بالمايونيز برضو ده رهيب. صوص زبادي بمايونيز بشويه ثوم ده بيبقى حلو جدا برضو على الفتة. عايزه اخد منه على العيش وصور اصور اهو صوص الزبادي. يا سلام صوص. ايوه لازم الزبادي يطلع بره. تمام. زبادي على مايونيز على شويه ثوم على شويه ليمون. تمام. بس كده. تمام. الشاورما بقى اهو هنحط بقى شويه مايونيز مثلا طبعا متبلين بالثوم. الثوم بيبقى حاجه عظمه قوي. عظيمه جدا ومفيد جدا الحقيقه. بالزبط. طب اللي ما بيحبش الثوم قوي اللي ما ممكن نحط ثوم باودر بقى ما بيديش تيست عالي ولا يضايق مش هيوتر حد لو ما حد ما بيحبش الثوم. الشاورما احنا انا بحب اقدمها قوي مع شرايح السلطه دي بتتقدم دايما للناس اللي هي بتحب الاكل التركي. دي عباره عن شرايح بصل بتقطعيه جوانح بتدعكيه مع شويه سماء وشويه فلفل اسود وملح وشويه بقدونس. تمام. ده لوحده دي سلطه لوحدها مع اي حاجه مشويه رهيبه حلوه من جدا. غير الطماطم بقى وبتاع عشان الطماطم بتنزل ميه وبتاع. ايوه ولو ولو طماطم عشان تاخدي السكر بتاع الطماطم ده بلاش تبقى الطماطم فيها ميه. تمام. يعني ناخد بس الجلد الخارجي ده وما ناخدش من جوه. بعمل ساندوتش كده بلفه. يا سلام على الجمال.
بيبقى حاجه جميله جدا. ممكن طبعا تحطي طحينه، طبعا انتوا عارفين الصوصات دي اي حد حابب حاجه بيحطها. شفتي اللقم برضو بتاعك عشان عملتيها من تحت؟ انا عملتها كده عشان اصلا انا عندي عيال بقى. العيال بيعلمونا كل نحطها حاجه. نحطها بقى في الموضوع ده، نحطها هنا. طيب ممكن نعمل حاجه كمان؟ لا مش هنلحق نعمل حاجه كمان. والله القدر، يا خساره القدر. لا طيب خلاص الحمد لله احنا كده. ممكن نشيل اللي على النار ده على جنب بقى عشان تمام كده. الله شيماء، انا بحترمك حبيبتي وانا بحبك قوي والله، وبحب ذوقك وبحب حبك للي انت بتعمليه. الله يخليك ويسلم ذوقك. وكنت اتمنى يكون مثلا ادام بيد ده عشان نبتدي نغوص في العظمه دي. تسلمي لكن ملحوقه، هناخد ان شاء الله السيرفيس الجميل ده حبيبتي ونتصرف يعني. ميرسي يا شيماء، شرفتيني ونورتيني. شكرا قوي. وتاني خالد وعمر وعبد العزيز بحبكم جدا حبيبتي، هيتبسطوا قوي بالكلمتين دول. ربنا يحفظهم لك يا رب. شكرا قوي قوي. الله يخليك. للاسف الفقره خلصت. هنطلع دلوقتي لتقرير. شهدت القاهرة مؤتمر صحفي هام لتدشين مؤسسة فرصة حياة، والتي تعد أول مؤسسة خيرية لرعاية الأطفال المصابين بالأمراض النادرة. ويأتي انطلاق المؤسسة لمواكبة الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة حاليا للأمراض النادرة، مع تكاتف الجهود المدنية مع جهود الحكومة لمكافحة هذه الأمراض. وكان ذلك برعاية وزارة التضامن الاجتماعي. تعالوا نشوف تفاصيل التقرير ده، وبعد ما تشوف التقرير انا هقول لكم سلام عليكم. طبعا وجودنا النهارده كوزاره التضامن الاجتماعي بنشهد تدشين بدايه احد مؤسسات المجتمع المدني الجديده اللي بتعمل في مجال خدمه اطفالنا المرضى من الامراض النادره، مؤسسة فرصة حياة للأعمال الخيرية. بكل تأكيد وزارة التضامن الاجتماعي ده دورها في دعم كافة مؤسسات المجتمع المدني في ظل إعلان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2022 عام للمجتمع المدني. حقيقي الفترة الحالية بنشهد تميز وبنشهد تطور كبير جدا في العلاقة ما بين الدولة وما بين المنظمات المجتمع المدني وما بين القطاع الخاص، شراكة حقيقية من أجل خدمة المواطن المصري وحماية المواطن المصري. فالنهاردة دي أحد الجمعيات الجديدة اللي بتعمل في إطار مبادرات لحماية صحة الإنسان والحفاظ على صحة الإنسان منذ بداية ولادته. دور المجتمع المدني مهم جدا، لأن احنا في الأول وفي الآخر كلنا مصريين، يعني الدولة والشعب المصري في الأول والآخر كلنا مصريين، ويهمنا ان الاطفال دي تلاقي الدعم المناسب، لان دايما الناس رابطه كلمه المرض النادر ان هو ملوش علاج، ولكن ده مش صحيح. هو ليهم علاجات طبعا، في حاجات يمكن ما يكونش ليها علاج، بس دلوقتي في علاجات وفي ابحاث متطوره، بس دايما علاجهم بيبقى غالي. فدور المجتمع المدني ده اكيد دور مهم جدا، وانا اظن ان كمان يعني كل الناس لما بتشوف طفل او بتشوف حد مريض بتحب ان هي تساعده. هي فكرة ان انا تعاطفت مع طفل شفته قدامي مريض، كنا بندعي كلنا ان هو ربنا يشفيه او ان احنا نقدر نساعده. فلما شفت ان الموضوع ده بيحصل قدامنا فعلا، وان ان احنا قدرنا في وقت قصير جدا ان احنا نجمع اجمالي المبلغ اللي هو كان محتاجه، وان احنا نقدر نجيب له علاجه، وان فكرة ان انا سمعت او ان احنا سمعنا ان هو فعلا خد العلاج وبقى احسن وصحته بتتحسن، دي كانت بالنسبة لنا كان احسن حاجة يمكن الواحد حسها في حياته، ان هو قدر يساعد. وكان ساعتها ما حدش لسه يعرف اي حاجة، وان احنا كان الحاجات دي كلها من غير اسم مؤسسة، كنا ورا جروب وحاجات، يعني كان الموضوع كان بسيط. موضوع يعني حاله في حاله في حاله، لحد ما في وقت قررنا ان احنا ناسس مؤسسه فرصه حياه. نفسنا يبقى في فرصه للحياه لكل الولاد اللي عندهم امراض نادره، زي وجود مثلا زرع نخاع يكون في يعني مخزن للخلايا اللي هي الخلايا الام. الامراض النادره معظمها للاسف من حوالي كام سنه كان بيتقال ان هي ما لهاش علاج، بس عشان كان مكلف، يعني مثلا تلاقي الحقنه الواحده مثلا ب 10 مليون جنيه، فطبعا احنا كنا عارفين ان ده غير قابل للتطبيق او غير قابل ان احنا نوصل له او غير قابل ان احنا نطبقه. فدلوقتي ممكن نقول ان هي لها علاج. التكلفه عاليه، التكلفه عاليه، وده سبب وجودنا هنا مع بعض عشان نحاول ان شاء الله نوصل ان احنا نعالج اكبر قدر ممكن من الاطفال.